المدافن لما خذا قلت له اعمل لي في الجيتين مين مش راضي يعملهم مين عندنا في الجيه فيها طفل صغير ذبح الواحد تاني ما نعرفش ايه والطفل ده مش لدينا فطبعا احنا انا كل ما اقول له على الفساد دي يعني الحفاه بتاع البلد بيبيع المقابح بتاعتكم الناس تاني ايوه لما اخذ اللي هو الحفار ده اللي هو الفحار اللي عم يدفن عم يبيع الفساد بتاعتنا لناس تاني فطبعا نعمل مشاكل احنا والناس التاني وبيودي الموتى اللي فيها فين ما تعرفوش عم يلقحوا فيه تعرفوش عم يلقحوا فيه طبعا في طفل صغير ما مع لا اديله مثلا ميت اديله سنه 2 3 4 5 محدش عارفه فيه طبعا نروح نتعارك انا والراجل الثاني اللي من عيله ثاني اللي يقول لك انا مشتريها طب يا عم جبتها انا وكاتب على اسمي يقول لا ده اسمي انا مكتوبها هو يسمع يمسح على اسمي طبعا يبيعها هو مثلا ب 2000 جنيه ب 1000 ونص وانا باخذها منه ب 1000 ونص كان ليا في سجيتين قبل كده قاعد يجي 10 سنين 15 سنه كنت مدي 700 جنيه بعد كده البلد اتلمت والعمده والشيخ والجميع الاستاذ محمد ابو خليفه بتاع التل لمجلس الشعب المهم ان اتلمت الناس دفعنا 800 جنيه وعمل لنا في سجيتين تاني بيعمل حضرتك بيبيع الفسجيه بواحد واثنين وثلاثه وخلينا مش ظابط مع ناس تاني مشاكل في كذا بلد تاني بتدفع معانا في التل الشرقي كذا بلد تاني زي المعصره مثلا خلي بال حضرتك الجزيره وهنا وهنا كل بيت فين ده فبيع الفسجيه بتاعتنا للناس تاني من بلد تاني ويعمل مشاكل احنا مع الناس دي يتعرض بيودي المدافع الموت اللي فيها الموت اللي فيها حضرتك بيلم العظم والموت اللي فيها ناس كبيره خلي بالك ممكن خلي بالك والده والدته وناس كتير موجوده فيها بيبيع بيحوش الناس دي بيوديها مكان تاني وبيع التربه دي تبيعها الناس وانتم مش عارفين فين الموتى احنا مش عارفين الموتى بتوعنا اصلا فين وانا المشكله ديت معايا انا دينا بالظبط حصل الحق 4 سنين كنت اعطيت عمي الحاج عمان ابو عبد الله ثمن 3 فزاجي باقي 500 جنيه منه وهو اللي كان متكلف الموضوع دواتي وهو المسؤول عن الموضوع ده كلمه ادي كان يوم من حوالي 3 ايام بالظبط عن الفزاجي سلمني واحده داخل فيها المرحوم والدي والاثنين التانيين كان معادهم شهرين الشهرين اللي كانوا دول عدى اديله دلوقتي من شهر واحد لحد الان ما سلمتش فزاجي يعني هو واخد مني 2000 ونص باجي له 500 جنيه انا كل ما اروح اقول له كل جمعه اقول له يا عم جمال انا فين الفزاجي هو الاستاذ احمد يقول لي لسه مستني هيئه الاثار تديني اللي هي الخط ان انا ارصف فيه من فوق وهو خايف يقول انا خايف من ان انا اخد محضر 10000 والكلام ده وقت لكن انا مش شايف ان هي حكايه محضر شايف ان هو خد مني انا 2500 مصر لان هو خد من ناس كثيره فلوس زي انا كده وما اديهاش برضه فزاجي انا اتنصب عليا قبل كده في سكيتين وعملت محضر في المركز وبعد ما عملت محضر جاب ناس وبتاع واستلمت الفساد واتفاجأت برضه بوشاش الفساد اتهدد ورحت للعمده بتاع التل الشرقي ورحت للمجلس بتاع دار مواس وقال احنا مخصصين لكم 6 فدية من هيئه الاثار من نسبه 30 فدية ففين الكلام اللي وعدونا بيه الست فدني وده وده انا رحت لرئيس المجلس نفسه وقال في 6 فدني اتخصصت من هيئه الاثار من 30 فدان هتخصصهم طب ادي حوالي 4 سنين فين هم الست فدني دول انا لما طالب المحافظ يشوف الموضوع ده